سينتيا، صباح الخير. بونجور سحار، كيفك؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ أنا منيحة، يعني أول مرة هيك ما بنكون أنا وياك مباشرة عم نحكي مع بعض، أنت ببيتك وأنا باستوديو، ولكن أنا أكيد محجورة بيتي وأنت محجورة باستوديو. كل واحد محجور محل سينتيا. مظبوط. على أمل إنه هالحجر هيدا ما يطول، بنبدأ لقائنا معك لنسألك أسئلة الناس. بتعرفي هلا موضوع الكورونا، وبتعرفي هلا الخطر الداهم، وبتعرفي هلا كيف ما بقى عم نعرف شو بدنا نعقم وكيف بدنا نعقم. اول سؤال بتطرحه نروح على السوبر ماركت، ومجبورين نروح على السوبر ماركت، ما عندنا حل. اول سؤال بتطرحه السيده على حالها، انا كيف بدي اعقم؟ وكل حدا بيعطيها نصيحه، وفي اوقات في وجهات نظر معاكسه. خبرينا، نحن رحنا على السوبر ماركت، هلا ماني رح احكي كيف رح نفوت وشو رح نعقم بالسوبر ماركت وشو رح نحمل وكذا، هول بنحكيهم ببحث ثاني. وصلوا الاغراض على البيت، انا شو لازم اعمل قبل ما يفوتوا هالاغراض على البيت؟ كيف لازم عقمون؟ الكيس وين لازم حطه؟ مزبوط لازم انطر شوي بس رش او عقم تارجع مسح ولا ديريكت؟ وضعينا بالصوره سينتيا. هلا دائما اكيد كل واحد بيخاف قبل ما يروح على السوبر ماركت، انه بياخذ معه كفوف، بياخذ معه ماسك. هلا اهم شيء بنخاف انه نكون قراب من اشخاص يكون معقول يكون عندهم هالفيروس. نعم. بس الاغراض اكيد اذا حدا كان ماسكهم عليهم فيروس بيتنظفوا. نحن بنفضل اذا كنا بالبيت نعملهم بالصابون، لانه الصابون كثير بيشيل، يعني بيشيل فيروس اسرع وانضف. يعني قد ايه بيكون في بكتيريا على الغرض الصابون، كيف انه يتخلص من هالبكتيريا. هلا المهم ما نحط ايدينا على وجهنا، يعني بس نكون عم ننظف هالاغراض. الكيس اللي جايبينها من السوبر ماركت محبذ انه تنكب زباله، ما تضل كمان لانه بركي يكون في عليها هالفيروس. اكيد يعني في عنا كمان مية الجافيل اللي كمان بتقتل هالبكتيريا. هلا اهم شيء سحر الخضره والفواكه، لانه في 100 ايد لقطة هالخضره والفواكه، فكتير ضروري تتعقم مزبوط، نخليها شويه وقت 5 لـ10 دقائق. هالاشياء العمليه بالبيت فيها تكون خل وملح، لانه معروف الخل فيه اسيد، والاسيد بيقتل الجراثيم، ما بيخليها تعيش في هيك، اذا بدنا نقول هيك هيك مليو. كل شيء كل ما بيكون في اسيد كل ما هالبكتيريا بتموت، والملح بيسحب المي من هالبكتيريا كمان بتموتها، ما بتخليها تعيش. فكثير مهم نعقم الخضره والفواكه من 5 لـ10 دقائق، والاغراض يلي بتنجب من السوبر ماركت تتغسل بشقفه فيها صابون ومي، او مثل ما تفضلتي وقلتي هنجل او الكول يكون فيه مينيموم 70% من الالكول لنقدر نتخلص من هالجراثيم. هلا اذا كان الكول 90% عم نرش ايدينا، يعني عم نرش منه على ايدينا، ممكن ايدينا ينشفوا لانه كثير بيكون قوي الالكول فيه. فاذا كان 70% وما فوق بيكون هذا الشيء كافي. نعم، هون لان جبتي سيره تسبيرته سينتيا، بدي اسالك هذا السؤال يلي صار مطروح قدامنا كثير. كل الدراسات بيقولوا جيبوا سبيرته من 90 وما فوق. امبارح دراسة بأوتاوا بكندا عم بتقول انه سبيرتو 90 او 95 بيجمد البكتيريا ما بيقتلها، فالافضل يكون 60 70 لانه بيقتل البكتيريا. الى اي حد هيدي المقولة صحيحة؟ يعني كل ما كان اكيد البورسنتاج تبع الالكول عالي كل ما بيقتل اكثر. بالعكس انا بلاقي انه الهنجل او الاشياء اللي بنحطهم على ايدينا اللي بيبقوا جيل هودي بيثبتوا اكثر البكتيريا مما نكون في اكيد في الكول. كل ما كان في الكول كل ما تخلصنا اكثر من هالجراثيم. بالعكس النقل الاشياء اللي بيكون فيها بورسنتاج الكول ببلش من 70 وطلوع، لانه تحت ال 70 اكيد بجمدهم ما بيقتلهم، بس فوق ال 70 بيقتلهم. طيب سينتيا خلينا نمشي انا وياك بالمراحل ستيب باي ستيب. نحن رحنا على السوبر ماركت، جبنا الاكياس حطيناهم قدام الباب، طبعا رشينا المفتاح او رشينا الباب او كفوف او كلينكس ماسكة الباب والاسانسير ما بقى نعرف شو بدنا نفتح. فتحنا وفتنا،
يقال انه بمجرد ما تفوتي وانت وهالكياس لازم كلهم سوا تحطيهم بقلب المجلى لما يدقوا بشي، اضافه انه هلا حضرتك عم بتقولي المي والصابون افضل بكثير من التعقيمات الاخرى، هل نحن بنعمل لهم سفنجي لحالهم ولا بنعملهم بسفنجه الجلي؟ يعني نحن الجات يلي بنجلي فيه بنحط له مثلا اوجافيل وسافون وكذا بنعمل فيه بنرجع بنغير اللزوم، ولا لا لازم يكون في سفنجة خاصة بهالمعلبات أو هالمأكولات يلي فينا نصوبنها يلي منجيبها من السوبر ماركت؟ هلا السفنجة اللي منكون نحن عم نعقم فيها أكيد نحن الكيس كلها مفروض يعني تكون بمحل فينا نقول هيك موحد لوحده، نشيل كل غرض بغرضه، والسفنجة هي ذاتها طالما عم تنزل بماء الجافيل وبالصابون عم نتخلص من البكتيريا اللي علقت على السفنجة، ففينا كل هالاغراض يلي جبناهم نعملهم بهيدي السفنجة، وبس نخلص اكيد فينا نكب السفنجة تنستعمل سفنجة ثانية للجلي وللاشياء اللي بنشتغلها بالبيت، بس اكيد الايجين بيرسونيل او الوقاية الشخصية والتعقيم والنظافة كمان مفروض من كل شخص منا، لأنه ما فينا نعرف إذا بقى شيء من هالفيروس أو هالبكتيريا على إيدينا، فكتير ضروري بين كل شغلة وشغلة نغسل إيدينا، لو حتى عقمنا ونظفنا هالبرودكت من برا وغسلناه، بس ما بيمنع إنه نرجع بس نخلص أكيد من جيب الأغراض وتعقيمهم وتغسيلهم إنه نغسل إيدينا. نعم، سيتيا بضل عندنا مشكلة كست بيت جابت هالاغراض وعقمتهم مثل ما حضرتك قلتي، بدل عندها ورقه تواليت والكلينكس ما بتعرف شو بدها تعمل، يعني حتى صارت معي انا حملتهم شو بعمل؟ رشيتهم، بس ما بعرف الى اي حد هيدا الرش مفيد او اذا لازم اتركهم فتره او ما بعرف، او بالهاند جيل او بالبابيي بارفومي، الكلينكس ما فيك تنزليه كله بالصابون تصوبنيه. اجمالا سحر يعني هو بيبقى الباكينج من برا، يعني الورق التواليت بيكون فيه نايلون من برا، مجرد ما مسحنا هالنايلون من برا ما بفتكر هالبابيي تواليت يعني بقلبه حيكون في عنده مشكله، لانه اجمالا المعامل يلي بتصنع هالاشياء وهالكيناكس بيكون اخذه كمان يعني الاشياء الوقايه الملزمه حتى ما يوصل هال، وبيكونوا اكيد الناس اللي عندهم بياخذوا لهم حرارتهم بينتبهوا انه ما بيهم شيء تما اكيد يوصل هالفيروس او هالبكتيريا على البرودوي هو ذاته، يعني اذا بدنا نقول بس على الورق الكلينكس فينا نقول على المعلبات، يعني بقلب المعلبات ما بنعرف. لا 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 ما فهمتي قصدي، انا عم بقول انه المعلبات بتجيبيهم بتصوبنيهم بالمجلى وبتنطفيهم وبتقيميهم، ورق التواليت ككيس ما فيك تصوبنيه لانه بيذوب لا. الورق التواليت من جوا، فالافضل بسبيرتو بهاند جيل ببابيي بارفومي، إيه لانه انت عم تحملي كيس بدك تنطفيه، بيكونوا بكيس نايلون الورق التواليت، فبتمسحي الكيس النايلون من برا بتفتحي وبتشيليهم، واكيد بتضبيهم بخزانه بتضبيهم بخزانه، كل ما بدك بتشيلي وبتستعملي، ما بتخليهم بهيدا الكيس النايلون بيبقى مغلفهم اكيد لا 100%. سينتيا عندنا كمان مشكله مع بعض الفواكه والخضار، هلا الخضار يلي بتتغسل يلي لا تتلف من بعد الغسيل سافا، يعني اكيد بندوره خيار بقدونس بلا 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 اكيد خلوا ملح كثير منيح، ولكن مثلا الموز بتطرحي انت على حالك سؤال، طيب انا كيف بدي اغسل الموز؟ انه هل ممكن احط عليه خلوا ملح وغسله بمي؟ لا هل ممكن أكيد. مسح كل موزه بموزتها؟ شو قصه الموز؟ بنمسحهم صح، بنمسحهم مع اللانشات ديزانفكتانت اللي بيبقى فيها الكول، مثل ما قلنا بنبلش من 70% وطلوع بنمسحها من برا، لانه اكيد نحن بدنا نلقطها لنقشرها، حتى مثلا الليمون الكليمونتين كله هيدا بده يتفرشى ويتمسح من برا ويتغسل منيح قبل ما نلقطه، لانه اكيد اذا كان فيه فيروس او بكتيريا ولقطناه بايدنا بده ينتقل على ايدينا، فكثير اساسي نمسح الفواكه والخضره اللي مثل ما قلتي مثل الموز وكل شيء فيه قشره برانيه مثل التفاح مثل الليمون مثل الكليمونتين يتفرشى منيح بمي وملح، ويرجع اكيد فينا كمان باللانجات ديزانفكتانت او هالمعقمات نستعملها ونرجع ناكلها. هلا في كثير صار ادويه بنلاقيها بالفرماشيات رش بتخليه انه بترش عليه وبيتبخر لوحده بتتركيه 5 ل 10 دقائق وبترجعي بتستعملي.
هون بدي اتوقف معك يا سنتي قبل ما اسالك حتى الاكل يلي منجيبه خالص، لان في كتار بالبيوت يمكن امراه لحالها او مره ما بتعرف تطبخ او ما بعرف، في كتار ما بيطبخوا هن بيجيبوا دليفري. هلا بدك تخبريني كمان الاكل لما نجيبه بالسوبر ماركت كيف ممكن نعقمه من برا قبل ما نفتح العلبه؟ صراحه بنكون خايفين حتى اذا في بكتيريا ولا شيء يفوتوا على قلب العلبه، هلا بتعلمينا اياها، ولكن هيدي قصه النطره بدي اعرفها منك. يعني في كتار بيقولوا حتى لو رشيتي وحتى لو عقمتي وحتى لو عملتي بأوجافيل مع مي بدك تنطري مش دغري تمسحي، يعني انا حملت هل ما بعرف شو هالعلبه المعلبات بدي رشها مش دغري بمسحه، ما بيموت البكتيريا او الفيروس او الكورونا، بدي خليها ابو خمس دقائق ارجع مسحها. وشو مزبوط تنعرف نعمل شو الصح بهيدي الحاله؟ حسب كل برودوي، كل ديزانفكتان او معقم بيبقى عليه ورق، اذا بنقرا على المواد او هالمعقم بيبقى مكتوب عليه انه تنرش وننطر خمس دقائق، بينما في معقمات ثانيه لا بيقول لك رش ودغري فيك تستعملي. فمن هون اكيد قد ايه هالشركه يلي عم تعمل هيدا البرودوي هي ابروفد او مطابقه للمواصفات او عن جد عم تتبع التعليمات حسب الانجريدينتس او الاشياء الموجوده بهالمعقم. نحن بدنا نمشي حسب هالتعليمات يلي موجوده على المعقم بذاته، لانه في معقمات بتقول لك دغري رشه واستعملي، وفي معقمات ثانيه لا بتقول لك رشه انطري 10 دقائق ورجعي استعملي. كمان عنا خوف، يعني صراحة قد ما صرنا موسوسين وهلأ بنهاية اللقاء بدنا نحكي كمان عن الوسواس القهري بآخر لقاءاتنا بيوم جديد قبل آخر لقاء. هلأ كمان صح المي السخنة كثير مهمة نستعملها، المي السخنة بتقتل البكتيريا، يعني وقت بدنا نمسح الطاولة من بعد ما نكون أكلين كثير مهم نكون عم نستعمل مي ميلة لسخونة. المي السخنة بتساعد مع الصابون أكيد مش لوحدها، مش عم تغلي البكتيريا. مش عم تغلي سخنة، ما رح يعني نقدر ما رح نقدر نمسكها ما تحرق لنا ايدينا، بس انه ميله للسخونه، يعني ميله اكثر لسخنه سخنه مما تكون معدل حرارتها. هلا اكيد الاكل يلي نطلبه من برا مثل ما قلتي لازم نمسح العلبه من برا قبل ما نفتحهم ونرجع نطبخهم، يعني نرجع نسخنهم على حراره اعلى من 75 درجه لنكون تاكدنا انه اذا لا سمح الله في شيء فيروس او بكتيريا بقلب هالاكل نكون قتلناه. هلا اكيد اللحمه والدجاج والسمك هودي يرجعوا يقطعوا على النار شيء كثير اساسي. السلاد فضل تنعمل بالبيت ما نطلبها من برا اكيد، لانه ما بنعرف مين بيكون ماسك الاغراض، وبس نروح على السوبر ماركت اكيد نكون لابسين كفوف لانه الشاريول بنكون ماسكينه في 100 ايد مسكته، والاغراض يلي بنكون نحن عم ناخذهم من السوبر ماركت كمان في 100 ايد حاطه الاغراض على الرفوف. بس نخلص نجيب اغراض من السوبر ماركت نحن اكيد متجهين على السياره نشلح الكفوف ونكبهم تا ما يصير في عنا اي عوارض، يكون عنا معقم هنجل نستعمله لايدينا ومن هون بنكون رايحين على البيت بامان. سيتيا بالنسبة لهيدا الموضوع بالتحديد موضوع السوبر ماركت، يعني قد ما فيك أنت بتعملي لما تلمسي شيء، بس ما فينا بالسوبر ماركت بدنا نلمس لأنه نحن بدنا نجيب أغراضنا، قد إيه بيتحمل هالبكتيريا وفيروسات، ويعني قد إيه بيتحمل هالجون اللي حاطتيه أنه يتحمل فيروسات وبكتيريا إذا زادوا بيعبوا فيه؟ إذا يعني في كتار قد ما صرنا موسوسين بيقولوا أقولكم إذا كتير حملنا أغراض وكذا وانتلى فيروسات ومدري شو كذا بيطلعوا على ايدنا، او افضل انه ما نحط هال شو اسمه وكل شوي نطهر حتى بالسوبر ماركت، يعني نوصل مثلا نرش السله اسبيرتو نمسحها نرجع نمشي نجيب الاغراض، بس نحط الاغراض نرجع نحط هانجا، يعني شو الطريقه الامثل؟ هل الكفوف هن افضل طريقه ولا لا ما نحط كفوف لانه بركي ما بيتحملوا هالقد بكتيريا وفيروسات، نستعمل ايدينا بس كل شوي نطهر؟ لا اكيد مثل ما قلت نرش هالشابيو او هالسله قبل ما نحط ايدنا عليها، بس اكيد اذا حطينا كفوف بنكون عم نحمي حالنا اذا لا سمح الله في شيء بكتيري ما بتطلع دغري على ايدينا. واصلا اكيد التحويشه السوبر ماركت بهالفتره عم بتكون سريعه لحتى ما كثير نحتك بالعالم، ما يكون في حدا من الناس يكون لا سمح الله مصاب ويعدي، فاكيد هالفتره اللي حتكون ربع ساعه لنص ساعه ماكسيموم
ما راح يفوتوا هالبكتيريا من الكفوف على الايدين. محبذ اكيد نعقم ايدينا، نلبس الكفوف ونروح نتحوش، بس نخلص من الصندوق نكب هالكفوف نعقم ايدينا ونرجع نروح على السياره، نكون حمينا مزبوط ايدينا من انه تلمس حي الغرض معقول يكون فيه بكتيريا او فيروس. سينتيا، هل معقولة من تيابنا ننقل الكورونا على أكلنا؟ يعني لنعتبر أنا رحت على السوبر ماركت ولا سمح الله لقط هالكورونا وجيت على البيت ما غيرت تيابي وبلشت أشتغل ونظفه بالخضرة وبالفواكه وبالأكل، هل ممكن من تيابي تنتقل الكورونا على الأكل؟ هلا حسب ما اكيد ما بيتداول وعم نشوف انه الفيروس اللي عم بيكون موجود على الثياب عم بيموت بعد ربع ساعه على ثلث ساعه. بعد قد ايه؟ 15 ل 20 دقيقة ربع ساعة. ما بفتكر انه هيدا الشيء ممكن يؤدي لخطورة، وحتى ما بفتكر انه هالفيروس ممكن ينتقل للتياب، يعني مش رح نلبس هالبرودوي او هالغرض اللي جبناه ونحطه على تيابنا بس. وكمان نحن بنشكر الله انه هلا بلش شوي الشوب، يمكن على الحرارة العالية هالفيروس كمان يبلش يموت على الحرارة العالية إن شاء الله. هلأ بيقولوا أنه على الحرارة العالية بدها تقل الحالات إذا الله راد. صح. بس القصة أنه هل بيموت ولا بيصير ما في ينتقل وينتشر مثل قبل؟ يعني الفكرة خليها تكون واضحة أكثر، يعني بس تعلى الحرارة ديراكت بيموت الكورونا ولا لا ما بيعود ينتشر بالسرعة يلي كان ينتشر فيها سابقاً؟ هلا اكيد انتشاره هو حسب انت قد ايه بتتقرب من العالم وقد ايه بتشوفي عالم وبتقعدي مع العالم، بتكوني معرضه اكثر. وكل ما انت كنت كبيره بالعمر عندك مشاكل صحيه انت معرضه اكثر من انك تلقطي هالفيروس. هلا كل ما توقعينا مع الحراره الزايده بالشوب برا بنكون نحن هي الحراره لوحدها عم تقتل الفيروس او البكتيريا، عم تمنع انتشار، عم بتخفف انتشاره، بس ما بيمنع انه اذا كان في شخص عنده مشاكل صحيه او كبير بالعمر منه معرض لهالفيروس او لهالبكتيريا. مشان هيك كثير مهم كمان باكلنا ناكل اشياء بتعلي المناعه، فيها فيتامين سي، ناكل ليمون، ناكل حامض، ناكل كليمانتين، يعني كل الاشياء اللي فيها فيتامين سي تنعلي مناعتنا. ايه سيتي، هلا بدي انتقل معك بالمحور الثاني، شو فينا ناكل لنغذي حالنا اكثر لنقوي مناعتنا اكثر، علما انه هي المناعه اسلوب حياه. يعني انا ما في بيوم ويومين علي مناعتي، هي اسلوب حياه، كيف انت بتولدي اذا اصلا عندك مناعه او لا وكيف بتنميها بحياتك. ولكن قبل ما انتقل لهذا الشيء، كيس الخبز كمان مشكله، يعني بس توصل ربطه الخبز لعندك طبعا ما بتعرف شو بدك تعملي، بترش الكيس من برا، بتعقميه، بفوت شيء على الخبزات، فكمان كيف بدنا نتعامل مع كيس الخبز قبل ما يفوت على المنزل؟ بلا الخبزات سحر، خلينا نعمل رجيم ونضعف. لا لا لا، الدكاترة قالوا، لا سوري، الدكاترة قالوا انه بهيدي الفترة ما في رجيم. مزبوط ما في رجيم، بس فينا ناكل شيء ثاني. هلا الخبز ما تنسي سحر انه كمان قاطي على حرارة كثير عالية، فمن هون ما نعطي الهم انه الخبز يكون ناقص، بس بذات الوقت لازم يكونوا هالعمال يلي عم يكبشوا على الخبزات يكونوا حاطين كفوف، يكونوا متوقعين لابسين ماسكات، ما يصير في اكيد رذاذ من السعله او العطسه على الخبز. يعني ما اختلفنا، انا عم بحكي مش بقلب الفرن، عينا لا ترى قلبا لا ينبض، ان شاء الله يكون كل شيء تمام، بس نحن عم نحكي عن الكيس من برا لانه السيده ما بتعرف كيف بدها تنظفه كيس الخبز. مثل ما قلنا في 100 ايد كمان ماسكه الكيس، ما هي بنفتح الكيس بعدين نرجع بنفتح الكيس وبناكل قد ما بدنا، ما في مشكله. بنمسحه بشو؟ بهاند جيل، ببابي بارفومي، بنرشه؟ حيلا ديزانفكتون، بس اكيد ما يكون في كثير مي وصابون ما يفوتوا على قلب الخبزات، لانه بتعرفي يعني الكيس ما بيكون كثير سميك، فقد ايه بدك تحطي مي وصابون وتقعدي بتفضلي نقيمهم ونحطهم برات الكيس؟ يعني بنعقم الكيس، بنقيم الكيس، بنكبه لنرتاح منه من البكتيريا تبعه، وبنقيم هالخبزات بنحطهم لحال. بس اليوم بالنهايه هي وقت عم تشتري انت كيس زيبر او شو ما كان من السوبر ماركت، كمان هاو في خوف عليهم دي بوقتها بينعملوا يعني وبينحطوا بقلب هالكرتونه، فكل شيء اذا واحد بخاف ليش لا، ايه في يشيلهم من الكيس ويحطهم دي. في عندنا كثير اشياء كونتينرز نحط الخبز ونغطيه لما يتاثر اكيد مع الهواء ويعفن ويسود كل هالاشياء.
100%. بدي انتقل معك سينتيا للمحور الثاني يلي هو كيف فينا نقوي مناعتنا، علما انه يقال انه المناعه هي اسلوب حياه، يعني نحن ما فينا بين ليلي وضحاها نكبس الزر ولا انزل ليمون وعسل خلص صرت رامبو، بس ممكن تعطينا هيك بعض الوصفات نحاول نشد حالنا صحيا اكثر وما ناكل اكل بالعكس بدل ما يدعمنا يخلينا نتراجع لورا. هلا اكيد مثل ما قلت في الاكل اللي فيه فيتامين سي مثل الليمون مثل الكليمونتين مثل البابايا الفلافل الحمراء الكيوي، في كثير عندنا انواع فواكه الفريز فيها فيتامين سي، خلينا نعقمها مزبوط قبل ما ناكلها اول خطوه. ايه الفريز كيف بنعقمه؟ كمان خلو ملح الفريز بس بصير طعمته خل صح؟ لا اكيد بنحط الديزانفكتان او الدواء اللي قلنا عنه بنحطه لوقت معين، اكيد ما بيطعم يعني الفواكه وبنرجع بنشيله. وهلا اكيد الفريز بيطعم وفي كثير اشياء بتطعم، الخس مثلا اذا حطيتي خل وتركتي الخس كثير وقت بيطعم، في كمان معدل وقت او الكميه كمان يعني كل 3 كبايات مي بدهم 1 كباية خل تقريبا اللي هو مش رح يطعم هالقد. اذا كل 3 كبايات مي 1 كباية خل، هون عم نحكي خل عنب تفاح ولا خل ابيض؟ خل ابيض. خل ابيض. ليه افضل بالتعقيم من العنب والتفاح؟ يعني كتطعيم ما بيطعم مثل هوديك انواع الخل، واكيد اذا كان خل احمر بده يصير، اذا كانت الحبه بيضاء يمكن تطبخ كمان لانه الاسيد خلي اللون يطبخ. نعم بس انه هيداك ناتشورال 100% الخل، خل العنب او التفاح، هيداك خل مفتعل، يعني الخل الابيض كلنا بنعرف انه منه خل طبيعي الموجود بالسوق يعني. هلا فينا اذا يعني اذا عندنا اياهم بالبيت، لان نحن بنفضل قد ما فينا نتوقع من انه نظهر ونروح على السوبر ماركت ونجيب هالاشياء ونتعرض للعالم، اذا عندنا هالانواع الخل مش غلط انه نستعملها، بس مثل ما قلت اذا كان احمر او اذا كان لونه غامق ممكن يدبغ على الفواكه او الخضره اللي بتكون لونها انه غير لون لونها فاتح. في شغله كمان تشكل حافز عند السيدات ما كثير حابين او عم بخافوا يروحوا على محل خضره كبير، لانه اول شيء بيكون في اكتظاظ للناس، ثاني شيء صراحه بتفكري انه كل شغله انا عم دق فيها في 100 واحد دق فيها قبل، علما نحن اللبنانيين بننقي الخضره، يعني مش بنجيب كيس، لا كل وحده من دسه بننقيها بنشوف اذا منيحه بنحطها بالكيس. مظبوط. هون اكثر شيء يعني شو بدنا ناخذ احتياطات غير انه نحط الماسك وغير انه نحط نجرب نروح الصبح، يعني ما نروح بوقت مؤخر يكون في 100 ايد داقه بالغراض، نجرب نروح الصبح او نطلبها تجي على البيت ونحن نعقمها، يعني ما نكون نحن كمان داقين فيها، بنكون عم نحمي حالنا. واهم شيء مثل ما قلت بس يوصلوا على البيت دغري يروحوا على التعقيم، يعني ما نتركهم بكيسون نبردهم او دغري، يعني مثل ما قلت الفواكه والخضره اللي بتموت بسرعه ما نجيب كميه كبيره منها، نجيب الكميه اللي نحن بدنا نستهلكها لانه مجبورين انه دغري نغسلها ونعقمها. طيب الكيس اللي بيكون فيها الخضره او الفواكه او الاغراض اللي جايبينها من السوبر ماركت بتفضلي نكبها برا ولا نحطها بالبوبال عندنا بالبيت بقلب المطبخ الضل، ولا ممكن تشكل شيء خطر؟ هو احسن انه نجمعها كلها نكبها بكيس لوحده ونكبها برا، يكون برا في البيت اكيد احسن. سيف اكيد احسن. بعد في عندنا الشاي فيه انتي اوكسيدان مواني على الاكسده، كثير مفيد الشاي على انواعه الاخضر والاسود. كل انواع الشاي، الكامومي، اليانسون، البيبونيش، كلهم يعني. هلا مشيين كثار على فكره زنجبيل مع عسل. زنجبيل بيعلي المناعه كمان، كثير مهم الزنجبيل بيقوي المناعه. الرياضه بالبيت بتقوي المناعه، خلينا نعمل سبور بالبيت، نركض ورا الاولاد ورا طاوله السفره، يعني نقعد نركض نلعب لقيطه غميضه. الحلو امبارح سيدي عم تسال انه طيب ما انا بيتي صغير وعندي طاولة مدورة بالنص، كيف عم تسأل حدا يعني كيف برأيك أنا بعمل سبور؟ قال أنت وولادك اركضوا هيك برم. وكمان فيها تجيب شقفة وتنخ تنظف الكراسي بتنخ مرة واثنين تكون عم تعمل معجة. شو حلو، بس مع كل التعقيم يلي عم تعمله والشغل يلي زاد عليها 100 مرة كمان بدها تقعد تحف كراسي. ولك يا سينتيا ما بدها تعمل سبور، طيب أي نوع سبور؟ قولي لي إذا بيت صغير كيف أنا نعمل سبور؟ ما عندنا غير هالطريقة.
نعم سيتي، خبرينا عن المأكولات يلي شوي لازم نبتعد عنها هالفترة، لأنه أول شيء في ناس كتير معصبة، في ناس كتير مهسترة، وفي ناس كتير مدبرسة، وفي ناس كتير مش ناقصة. يعني هل في نوع معين من المأكولات بهايبرنا أكتر، بدبرسنا أكتر، بعصبنا أكتر، لازم نبتعد عنه؟ لك أول شيء عنا المأكولات النية اللي معقول ما فينا نعقمها ولا نغسلها ولا نطبخها، نجرب نبتعد عنا. اللحم النية، الكبة النية، هالأشياء. هلأ أكيد كل ما كان عنا زيادة بدانة وزيادة وزن، كل ما نحن معرضين أنه نعصب أكثر، بينما كل ما كنا أنحف وكل ما كان أكلنا، نحن بنعرف أنه اللحمة والدجاج بيدخلوا لهم أنتيبيوتيك وأدوية ليكبروا وينبشوا وتصير كمياتهم أكبر، فهيدا الشيء بيأثر على صحتنا. يعني إذا تناولنا منهم هودي ممكن يعصبونا. الشوكولا من فوائده إنه هيك بيخلينا نحس بارتياح، بس ناخذ شوكولا الأسود أكيد، مش شوكولا اللي فيه حليب، لأن بيكون فيه أقل كالوري، بينصح كتير، وبذات الوقت بغير لنا المود. يعني ناكل نحن شوكولا، بتعرفي تنرضي الأولاد ويسكتوا ويقعدوا، بدكم شوكولا؟ ايه، ناكل كلنا شوكولا وهيك بنضل مبسوطين. سيتي بيطلع لي تاني اذا الله راد بدنا نحكي شو فينا ناكل اشياء ما تنصحنا كثير، لانه بتعرفي القعده بالبيت والبراد مفتوح قدامك وكل شيء موجود، بتصيري انت ماشيه وفايته وطالعه وتتسلي، بصير الاكل عندك عباره عن تسليه. رح نحكي اذا الله راد بيطلع لي تاني عن هذا الموضوع. انا هلا بدي اشكرك وبدي اقول لك ميرسي كثير على وقتك يلي اعطيتينا اياه سيتيا، وعلى لأيك. كل المعلومات يلي قدمتي لنا اياها يلي هي على قدر من الاهميه. شكرا سيتيا. ميرسي، ميرسي لك، يعطيك العافيه. شكرا سينتيا أشقر، اختصاصية تغذية. نحن متابعين لقائتنا مباشرة، نروح لبريك ونعود. دكتور معوض صباح الخير. بونجور. وأهلا وسهلا فيك. نحن نلتقي أوقات المحن. ما هيك كل مره بس يكون في شيء على طول في شيء جديد نلتقي اوقات المحن. لا ان شاء الله يا دكتور بتكون خاتمه الاحزان، وان شاء الله منصير نلتقي والبلد بعزه. أكيد. يا رب. دكتور اليوم نحن وياك سوا لنحكي شوي عن وضع الجسم الطبي. هيدا الجسم الطبي يلي اوقات بيقدم الغالي في سبيل الاخر ويرشق ويهاجم. هيدا الجسم الطبي يلي عم بيكون باحتكاك مباشر مع المريض وعم بيعرض حياته وحياه عائلته للخطر ويرشق بالحجاره وبيكون مش عم بيقبض. بدنا نحكي كمان الجسم الطبي قد ايه ناقصه مستلزمات حاليا، ونحن بنعرف يعني الوضع اللي نحن فيه. من وين بتحب تبلش؟ بدنا نبلش بالنهايه كله موضوع واحد، كله موضوع واحد، بس بدي بلش من عن جد تحيه من القلب. امبارح سمعنا كثير سياسيين عم بوجهوا تحيات للاطباء، وهذه بدايه جيده. تحيه من القلب لكل زميل واقف هلا على خط النار، بدي اسميه على الجبهه. صح. ما بدنا ننسى الجهاز التمريضي والممرضات يلي عم بيقوموا عن جد بعمل جبار. بوقت كل العالم قاعده ببيوتها، الوحيدين يلي هن واقفين على الارض وعم بيواجهوا هن الاطباء والممرضات والصيادله وكل شيء له علاقه بالجهاز الطبي. تحيه كبيره لهم. ليكي سحر، نحن بايامات الحرب وتكون في حرب عسكريه دور الاطباء كثير كثير مهم، بس بكونوا مش بقلب الحدث، بكونوا من وراء البرداية عم يشتغلوا. الجند المجهول. الجند المجهول. بأيامات السلم بالتعاطي السياسي كتار من السياسيين هن أطباء وهن مفكرين وهن عقول، كمان هن موجودين. بس اليوم بهذه الحرب الموجودة ما بقى الطبيب الجند المجهول، صار الوحيد يلي واقف على الأرض، هو الجند الأساسي، هو الضابط والعسكري وكل واحد واقف عم بيحارب. فأقله أقله نأمن له لهالعسكري لهالطبيب سبل حمايته الشخصية، لأنه في حال هالطبيب وقع ما بقى في مين يواجه. صحيح. في حال الجهاز التمريضي انصاب ما بقى في مين يواجه. في نقص بالمستلزمات بداية لحماية الطبيب وحماية الجهاز التمريضي، اوكي، تقدروا يقوموا بواجبهم على اكمل وجه، وان شاء الله بينتصروا بهالحرب يلي هي اخطر بكثير من اي حرب عسكريه صدقيني. 100%. دكتور يعني بيقولوا في حرب نفسيه وفي حرب معنويه وفي حرب بسلاح، يعني كمان بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه هول الاطباء
اكيد عم بيتضايقوا كثير نفسيا لما عم بيحطوا حالهم هن بمركز الخطر وما في سلم ايديتك، ما فيك كتر خيرك، انت عم بتبعد المرض عنا الى اي حد بناحيه او باخرى. طبعا مش كل صبيعك مثل بعضهم، بس نحن عم نحكي جروسو مودو. الى اي حد الطبيب احيانا فائت حقه، معنوياته ما بدي اقول عم تنهار وعمل انهيار، بس معنوياته منا جيده لانه ما في تتمين لعمله يلي عم بيقوم فيه. هيك صح، الطب هو رساله، نحن كاطباء بتخصصاتنا وبعقولنا رغم ما بيطلع اشاعات وحكي وهالقصص كلها، نحن بعده بالنسبه لنا الطب رساله، واللي عم نعمله اليوم هي تضحيات، هي واجب علينا. اوكي، بس انت بدك تتخيلي مثل ما قلت الضغط النفسي اللي على الطبيب، هالطبيب اللي مجبور يشوف مرضاه. اوكي، عشيه لما يروح على بيته انت ما بتتصور انه خايف يكون هو معدي وعم بينقل هالعدوى لاولاده ولا لاهله ولا لمرته ولا لقرايبينه. 100% هالضغط النفسي الكبير طبيب مدرب عليه ومرن عليه وعم بيتحمله، لحد هلا عن جد شابو. الشباب والصبايا عم بيكونوا قد الحمله وبزياده. بالنسبه لمستحقاته هيدي مشكله مزمنه، بعتقد هلا لازم تتحرك الخبريه أيه. شويه بس يتكافوا الشباب شويه، مستحقات ان كان ماديه ولا معنويه لازم هلا تتحرك شوي وينشغل عليها اكثر. 100% بعرف ان عامه الاطباء اللي لها دور مركزي بهالشيء كله عم تحاول جاهده، ووزاره الصحه يمكن شوي تعاون اكثر من بعض الوزارات الثانيه مثل وزاره الماليه هلا ضروري. دكتور كمان مثل ما عم نشوف كل شيء بهالبلد، كل شيء له ايجابيات وكل شيء له سلبيات. اوقات اشخاص بيعملوا اشياء كثير منيحه بنحكي عنهم بطريقه سلبيه، واوقات بالعكس بيعملوا اشياء يمكن سلبيه بعض الشيء وما بنجيب سيرتها ومن مرقها. انا بدي احكي بلقائنا هيدا كون حضرتك منسق هيئه الاطباء في التيار الوطني الحر عن دور وزارة الصحة، كمان وزارة الصحة شفنا ناس رجأتها بالحجارة وقالت انه اللي عم تعمله غير كافي وانه مش هيك بيتعاملوا بلا بلا بلا، وشفنا ناس قالوا لا تمنوا دورها والخطوات اللي اخذتها ومحاولة مساعدة المواطن بالرغم من انه احيانا ما بيكون فيها هي تساعد بالقدر يلي لازم تساعد فيه. شو رأيك باللي عملته وزارة الصحة من بداية ازمتنا لهلا؟ سحر بس كلمتين قبل ما احكي على وزاره الصحه، بس هيدا بالسياق. نعم، رئيس وزراء ايطاليا، بتعرفي انت ايطاليا هلا بكارثه صحيه. نعم، رئيس وزراء ايطاليا سئل من يومين سؤال له علاقه بالسياسه، قال لهم السياسه هلا تفاهه لانه ايطاليا مريضه. اوكي، بامريكا بالولايات المتحده هلا وهن بعز دين الانتخابات والحملات الانتخابيه والتشهير ببعضهم، بتعرف الحملات الانتخابيه بامريكا بتصير، تشكلت لجنه طوارئ من الجمهوريين والديمقراطيين يلي كانوا عم بيراشقوا بعضهم على التلفزيونات بالسياسه بس لانقاذ البلد. هيدا اللي ناقصنا بلبنان. هلا مش وقت سياسه، هلا مش وقت تصفيه حسابات، عيب على كل واحد في عنا هالخطر المحدق فينا، عيب على كل واحد بعده مفكر كيف بده يعمل ربح سياسي شخصي او حزبي او مرحله من وراء مصايب العالم. استحوا بقى، عيب. وزارة الصحة من وقت بداية الأزمة لحد اليوم مع الجهاز الطبي مع النقابات اللي لها علاقة بالعمل الطبي قامت بعمل جبار، عمل جبار من حيها من حي الوزير، ولحسن حظنا أنه الوزير هالأيام هو شخص اختصاصي، لحسن حظنا. نعم أكيد هو شخص اختصاصي وعارف شو عم بيعمل. منحييه على جهوده، منحييه على قيادة هالمعركة، لما تعرفي كل معركة بدها قيادة، منحييه على قيادة هالمعركة. وهذا الشيء باعتراف مش نحن عم نحكي، هذا الشيء باعتراف كل المنظمات الدولية. كثير سهل نطلع وننظر ونحكي كان لازم أو كان لازم أو كان لازم، هيدي كثير هينة لأنه اللي عم بيقولها المسؤولية مش عليه. التنظير من برا كثير كثير سهل، بس يلي مزبوط بقلب المعركة مزبوط هو اللي بده ياخذ القرار وبده يتحمل مسؤوليته شو ما كان، هو اللي بيعرف شو عم بيعمل. نشوف المودلز تبع البلدان اللي سبقونا، نطلع بتقديرات المصادر كلها الدوليه اللي لها علاقه بالصحه عن حسن طريقه اداره وزاره الصحه للازمه. وهون نحن كاطباء طيار وكاطباء لبنان بعتقد بنشد على ايده للوزير ونحط حالنا حتى نحن مستعدين نساعد بكل عمل بتقوم فيه وزاره الصحه ل
الانتصار على هالأزمة. هو ويليام لو القصة بس عم بتكون قصة انه انا بعطي رأيي، نحن مفروض نتقبل الاخر بكل اختلاف بالرأي، رأيك غير رأيي بتحترمني وبحترمك، بس هو اللي عم بيفاجئ هو الشتائم، انه بتحسهم قاعدين يشتموا وكلام نابي لوزارة الصحة. فيك تعبر عن رأيك، ما حدا قال لك لا، بس بدون ما تشتم. هيدي لغة الشتائم عنا شو حلوة وشو سايدة وشو دارجة وشو بتكون قوي إذا سبيت. هيدي إلها علاقة بنوع من الحرية المقنعة يلي تسمى حرية، بس هي مش حرية، هي تعدي على الآخر. نعم. إن حرية الفرد تنتهي لما يصير في تعدي على حرية الفرد الآخر. للأسف هيدي درجة هالأيام، صار كل واحد بيطلع بيسب وبيشتم وبيهين عادي ما في لا حسيب ولا رقيب. بس هلا عم تعملوها بالسياسه، عم تعملوها بالتحرك، ماشي الحل. هلا مش وقتها، هلا في شيء قادر كثير يشكل خطر كبير علينا. يعني لان حكينا عن وزاره الصحه، بدي هيك بس لانه ما بقى عندنا كثير وقت، عم بقول لي ربيع، يعني الاشكال يلي صار بعد فصل طبيب من وزاره الصحه وما استتبع ذلك من اخذ وعطى، كيف تشوف الموضوع؟ ليك بدون ما افوت بالتفاصيل وبالشيء اللي قام فيه الوزير وهالاساس كلها، صدر بيان امبارح، صدر بيان عن اطباء الطيار كان كثير بيان واضح. نحن بنستنكر انه يطلع طبيب ولو منه منتسب لنقابه الاطباء، يعني بحسب القانون الاداب الطبيه ما بحق له يمارس مهنه الطب على الاراضي اللبنانيه، معه اذن مزاوله من وزاره الصحه بس ما بخوله يمارس على الاراضي اللبنانيه. يطلع طبيب يستعمل خبراته الطبيه او ما شابه يجيرها لاعمال تحريضيه او حتى شتائم او شيء، وهالشيء كان مش بس على التلفزيون، في فيديوهات مكبوبه على السوشيال ميديا كمان بهالاطار. نحن الوزير اخذ اجراءاته بدون ما نفوت باحقيه ولا مش احقيه، في قانون عقوبات، في قانون عقوبات خليه ياخذ مجراه. وبعدين هالطبيب بما انه منه منتسب للنقابات ممنوع يمارس الطب على الاراضي اللبنانيه، الطريقه اللي حكي فيها والخبرات اللي استعملها لتشخيص مرض معين اللي هو ممارسه الطب بحد ذاته، وهذا قانون العقوبات بيذكره، وفي عقوبات معينه بتروح لحد السنتين حبس. يعني ف بطلب من كل الاطباء ومن كل اللي بيعرف او بيفهم بالمجال الطبي يسخر قدراته حاليا، مش لحزب سياسي ولا لمنظمه معينه ولا لهدف معين، يكونوا كل القدرات للانتصار على وباء الكورونا. هلا ما لازم نفكر بغير شيء، كل واحد عنده فكره ولا عنده اي شيء يجي يطرحها بس تنربح هالمعركه لا اكثر ولا اقل. 100%. وهون الطلب كمان من نقابه الاطباء، عم تقوم بعمل كثير جبار، بس الطلب كمان تشكيل خليه ازمه تكون مع خلية الأزمة تبع وزارة الصحة، ضلها على اجتماعات مفتوحة تحت اللي كلنا سوا إيد بالإيد نوصل للي بدنا إياه، اللي هو الانتصار على العدو المجهول والخبيث اللي بعد ما بنعرفه منيح. 100%. دكتور ويليام معوض، منسق هيئة الأطباء بالتيار الوطني الحر، أنا بدي أشكر حضورك معنا لليوم، بدي وجه تحية لكل طبيب ولكل نيرس موجودين بالمستشفى حابسين حالهم من أجل غيرهم، عن جد هيدي الإنسانية بحد ذاتها، والله يحميكم كلكم ويحمينا ويحمي عيالنا وكل أصدقائنا المشاهدين، ويحميكم دكتور لأن أنتم دايما باتصال مباشر مع كل مريض. ونداء للعالم، عادوا بالبيت، عادوا بالبيت، خليكم بالبيت لنقدر نكسر هالعدو المجهول. بالوعي نكسره. شكرا. أكيد. شكرا يا دكتور. Thank you. أصدقائنا المشاهدين، لهون نوصل إلى ختام يومنا الجديد، بنتمنى أن تكونوا قضيتوا معنا أوقات لذيذة، إن شاء الله هالنهار بيكون أضف لكم ولو شيء صغير، بس هيك قدرتوا أخذتوا شوي منه من معلوماته من ضيوفه. أنا بودعكم على أمل اللقاء القريب، بكرة زميلتي باسكال أو زميلي إلي، حدا منهم نسيت مين، رح يكون معكم صباحا من هلأ لبكرة. لكم منا أطيب التحيات، انتبهوا على حالكم والله يحميكم، وإلى اللقاء. رجعنا لكم يا أصدقائنا من بعد ما تألم مباشرة لسمعنا مؤتمر صحفي لوزير الصحة، عودي لضيفتنا يارا سنجب معالجة نفسية. يارا أهلا وسهلا فيك. يعني قلنا يارا سنجب معالجة نفسية وحطينا الوزير.
يارا اليوم بدنا نحكي عن موضوع للأسف عم بيصور عدد كتير كبير من اللبنانيين، ومع انتشار الكورونا عم بيزيد يوم بعد يوم، الوسواس القهري. شو يعني الوسواس القهري؟ أو شو يعني أنا صرت موسوسة؟ أوكي. الوسواس القهري هو بيندرج بخانة اضطرابات القلق. نعم. اضطرابات القلق، يعني الوسواس القهري بشكل خاص، هو وقتها يراود الشخص أفكار مزعجة مقلقة كتير. نعم. بنسميها الأوبسيشنز. بتترافق مع أفعال أو روتين بيتبعه الشخص كرمال يخفف هول الأفكار، أو ظناً منه إذا عمل هول الأشياء رح يخفف الأفكار يلي عم تجي على راسه. هيدي الحالة أنتو كمتابعين وأطباء معالجين وأطباء نفسيين، كيف فيكن تحدوا منها أو تخففوا منها، خاصة بس توصل للذروة؟ يعني أوقات في ناس بيهوتسوا بإشياء أو بيوسوسوا بإشياء، عن جد بيصير الوسواس مش بس قهري، بيصير عم بيضايقهم وبيضايق الآخر. مثلا كنا نسمع عن شخصية بنعرفها ضمن محيطنا نحن صغير، قبل ما صارت كورونا كل 4 دقائق بتفوت بتغسل إيديها، مش بإيدها، كل 4 دقائق، يعني عم بتشكل إزعاج لها وضرر لها وللآخرين. أنتوا كيف تطلعوا لك الحالة يارا؟ كيف بتحاولوا تقلصوا من هيدا الوسواس القهري لما يزيد؟ على شو بتشتغلوا أكتر شيء بشخصية؟ هلأ هيدا الفترة صعبة، كتير أشخاص عم بيقولوا أنه صرنا موسوسين. بس تنقول أنه شخص صار عنده وسواس قهري، يعني أول شيء هيدا بده ياخد كتير من وقته. يعني عادة منحط بده ياخد أكتر من ساعة من وقته بنهار، يعني كغسيل ايدين، كتنظيف، كتثبيت قصص، كانه يرجع يعيد قصص مشتغل عليها قبل، بده يكون اخذ من وقته بارتي كبيره. فمش هلا مش كل شخص غسل ايديه كذا مره بالنهار او حس انه موسوس زياده عن اللزوم هيدي الفتره، لانه فتره صعبه. فبده يكون اول شيء بياخذ كثير من وقته، ثاني شيء بده يكون عم بياثر على حياته، يعني بده يكون اثر على حياته المهنيه. يعني نحن كثير بنشوف القصص المهنية والقصص الاجتماعية، بس الوسواس يطال القصص المهنية والقصص الاجتماعية والقصص النفسية، يعني هو بده يكون متضايق من هذا الشيء، منقول ساعتها انه هون في وسواس قهري ولازم نبلش نشتغل على هذا الموضوع. هلا من امتى بنكتشف؟ عادة مع الاولاد شوي صعب التشخيص، منشخص عادة ابتداء من المراهقة، لأنه المراهق بيكون عم ببلش يحكي وبيكون بلش يقدر يعبر عن الوسواس تبعه. الأولاد أكتر بحسوا بالذنب، بخبوا هيدا الشيء، فعادة مش كتير بنلقط هيدا الشيء على بكير. بالمراهقة فيها تكون عم بتبلش ويكون المراهق بلش يعبر عنه، والكبير أكيد بيكون واعي أنه هول الأشياء مش منطقية عم يعملون، بس ما بيكون خارج عن سيطرته، ما بيقدر يسيطر عليهم. نعم. يارا كمعالجين نفسيين هلا بتخبرينا شو الطريقه يلي انتم بتتبعوها لتخففوا من حده هالموضوع؟ بس سؤال هيك بديهي بيطرح نفسه، هلا مع موجه الكورونا معقوله عن جد هلا عم بحكي يصير عندنا وسواس قهري؟ يعني نحن هلا عم نقوم بالامور اللازمه وبنقول هيك بضحكه بمزحه صرنا موسوسين، قد ما عم نرشرش سبيرتو وما بعرف شو صرنا موسوسين، بس هي فعلا هيدي الحاله يلي فيها خوف وفيها شجون وفيها حزن وفي خوف على النفس وعلى الاخر، هل ممكن تخلق لنا ما يعرف بالوسواس القهري؟ اكيد بعد حين، مش هلا يوم ويومين. هلا الشخص يلي بده يصير معه وسواس قهري، اول شيء بده يكون عنده اشياء جينيه من الاصل. يعني ما بتخلق القصه فجاه. عاده في ثلاثه مثل على الثلاث جينات على الكروموزوم، عاده بيكونوا هن السبب بانه شخص يصير معه OCD بعدين. وكمان بيكون في تغيير بالسيروتونين بالدماغ، وهذا الشيء كمان خارج عن ايدنا، هو قصص خارجين عن سيطرتنا. هلا كيف بتبين بعدين هيدا الشيء؟ ايه معقول يكون سببه شيء ستريس كبير قطع فيه بالحياة، ممكن يكون حالة من الحالات يلي هلا عم نقطع فيها، يعني كورونا او شيء ستريس يكون كتير انتنس، بس لازم يكون في شيء جيني من الاول مأثر عليه اكيد. يارا اكيد بس يجي لعندكم شخص مصاب بهيدي الحالة للأسف،
وان شاء الله هلا ما بتكتر يعني مع وجود الكورونا يا رب، وما بيكون هالانتشار كبير وما منطول كتير، لان دائما بكل احاديثنا قد ايه رح نضل شهرين ثلاثه اربعه قديش. عن جد يعني اسئله بتشكل حافز وبتشكل خوف. انتم ومع انه كل شخص عنده ظروفه وعنده نفسيته وعنده حياته اللي عاشها وعنده طفولته يلي اثرت فيه و على شو اول شيء بتشتغلوا بالشخصية؟ يعني راداركم بيروح على شو أول شيء بالشخصية تتبلشوا تعالجوا للمريض لتظهروا مما يعرف بالوسواس القهري؟ هلأ مثل ما قلنا بالأول أنه هو اضطراب قلق. نعم. سو أول شيء نشتغل على القلق، يعني نوصل، هو في كذا نوع علاج. نعم. نكون واضحين من الأول، في علاجات بالأدوية يلي هي عم بتكون كتير فعالة، بس عادة مش أول شيء منبلش فيها. أول شيء منبلش بالعلاج النفسي التقليدي كأول شيء، منجرب لفترة، تحسن الشخص أوكي، ما تحسن بيكون في كومبينيشن لأدوية، يعني بيكون في دواء مع علاج نفسي بنفس الوقت. نشتغل على يعني أكتر شيء هلأ في دراسات على علاج اسمه exposure and response prevention. يعني منعرض الشخص تدريجيا بشكل هو يكون حاضر فيه للاشياء اللي بتخليه يعتل هم، ومنجرب نحن وياه ما نخليه يسمع للقلق تبعه ويكون عم يتصرف بطريقه مغايره لشو عم بيقول له هيدا ستريس او هيدا الاوسيدي. يعني مثلا اذا الاوسيدي بتقول له انه لازم تمسح البيت ثلاث مرات بالنهار، بنجرب على اول فتره يمسح مرتين بعدين مره بطريقه تدريجيه. او بس بيقدر يضبط حاله اذا انت قلتي له مثلا اليوم انت بتغسل ايديك 15 مره بالنهار بدنا نعملهم 10، بيقدر يضبط اعصابه ويغسل بس 10 مش 15 مثلا؟ هلا انا بعطيك يعني الثيرابي من الاخر، بس هي فيها كثير اتابات تنوصل لهون، تيوصل انه يقتنع بطريقه من جوا انه الافكار اللي عم فكر فيهم او الافعال اللي عم بعملهم، الروتين اللي عم بعمله ما عم بخفف لي افكتيفمون الوسواس تبعي. أي. يعني الانتنسيون بتكون انه الشخص بيعمل هيدا الشيء او بغسل ايديه 20 مره بالنهار لانه مفكر انه بهيدا الطريقه عم بخفف القلق تبعه. بس شوي شوي موصل معه انه لا، انت وقت عم تعمل هيدا الشيء ما عم تخفف القلق تبعك. فمنشتغل على هيدا الشيء بالاول، ومنرجع تدريجيا منشتغل على القصص يلي بتخليه يقلق اقل شيء اكثر اكثر تنوصل للقصص يلي بتسبب له قلق اكثر شيء. ويلجا الى الادويه بس تكون الحاله، بس تكون الحاله اول شيء ما تجاوبت 100% على القصص العلاج التقليدي، وصارت عم بتأثر بشكل كتير مفرط على حياة الشخص الاجتماعية والعملية. نعم. يارا، حسب دراساتكم وبحثكم ومتابعتكم لكل هالمواضيع الشائكة وفيما يخص هذا الموضوع بالتحديد، من يصاب أكثر، المرأة أو الرجل؟ نحن كلنا بس نكون قاعدين عم نحكي بين بعضنا بنقول أنه المرأة حساسة أكثر، المرأة كل شيء بتاخده شخصي، المرأة يعني عواطفة، هي إنسانة عاطفية أكثر من الرجل شئنا أم أبينا. هل هي معرضة للوسواس القهري أكثر من الرجل؟ هلا كاضطرابات القلق بشكل عام في اناث اكثر من الرجال بيصابوا بهذا الشيء، بس بالاو سي دي عاده النسب قد بعض. والاو سي دي ما عم نحكي بشيء منه كثير منتشر، الاو سي دي بتشكل الاو سي دي بتشكل 12% من نسبه البوبولاسيون يلي هو عاده نسبه كثير كثير عاليه بالنسبه لغير اضطرابات نفسيه. يعني كل واحد او سي دي على شيء معين، البعض على الترتيب كله مسطر لازم يكون بالبيت، يعني عن جد شو هالشيء اللي بخليك تقلقي اذا مش كل شيء محطوط محله؟ شو هالشيء اللي بدماغك يلي بيقول لك انه اذا هالشيء مش محطوط محله يعني هيدي كارثه، او اذا ما غسلتي 100 مره بالنهار يعني مدري شو رح يصير، او اذا ما مسحتي يعني. انا في بعرف بعض النساء يارا عندهم البنت بتساعدهم
وهن وما بيقبلوا بيرجعوا هن بيمسحوا البيت مره ومرتين وثلاثه. يعني شو هالشيء اللي عم بيصير بالدماغ؟ انا دائما بسال طيب هون شو عم بيصير بالدماغ ليفسر لهالانسان انه اذا ما عملت هيك انت رايح على كارثه. شو عم بيصير بالدماغ؟ هو بالمبدا يعني اكثر شيء بكون خوف من القلق. يعني انا مثلا انا اذا عندي او سي دي بخاف انه اقلق بشكل زايد عن اللزوم، لانه بفكر انه اذا قلقت كثير او الافكار رح توصلني انه انا يصير لي شيء، حدا من اهلي يصير له شيء. وحتى بالقصص الصغيره، يعني اذا انا هلا ضربت اجري هيدا الميله بالكرسي لازم اضربها ثاني ميله، لانه اذا ما كانوا القصص متساويه يمكن انا يصير لي شيء او يمكن اتسبب انه حدا من اهلي يصير له شيء. توصل الافكار لهون. مشان هيك بنشتغل بطريقه منطقيه مع الشخص اللي بيكون عم يجي لعنا، تا نكون عم نوصل معه بطريقه منطقيه انه يكون عم يفهم انه لا، ويكون عم يجرب مرات انه لا بدي اجرب انه ما ادق اجري الثانيه بالكرسي وبنشوف رح اتسبب بشيء او لا. يعني عندي سؤالين مش عارفه الصراحه ايه بدي اطرحه قبل. اول شيء بدي اسال عن الطفوله قد ايه بتاثر ب ومرحله العمريه والظروف المحيطه بالانسان قد ايه بتاثر فيه انه يصير عنده او سي دي او لا. والشيء الثاني من السؤال انه طيب ما بيتعالج، اوكي انا عندي او سي دي ومبسوطه بحالي ما بدي اتعالج، لوين ممكن اوصل؟ خليني باول شيء من السؤال، الطفوله، الظروف، يمكن احيانا الفقر، الخوف، العوز، طفوله ما كانت فرحه، طفوله حزينه، كل هالامور قد ايه بيساهموا بما يعرف بالاو سي دي او الوسواس القهري؟ هلا مثل ما قلنا بالاول انه بالاول دوغري هو شيء جيني. اكيد في قصص بالطفوله وبالانفيرونمون بتساعد انه هيدي الاو سي دي تبين. هلا مع الاولاد مثلا في كثير اولاد بيطلبوا انه يتاكدوا من الشغله 100 مره، او مثلا يسالوا الاهل على طول راجعين اي ساعه راجعين، بدي اتاكد انه مثلا انا عامل هيدي الورقه مزبوط، برجع بعيدها برجع بمحيها. وفي كثير اولاد بيمحوا القصص يعني المسابقات او الاشياء اللي عم يعملوها كذا مره تيتاكدوا انه هذا الشيء مزبوط. هون اذا الاهل غزوا هول الافكار وحكيوا معهم كثير بهذا الموضوع، نبهون كثير من هذا الموضوع وصاروا ياكدوا لهم على طول انه اوكي انا جايه انا جايه انا جايه، ما خلوهم يخلقوا هيدي التطمينه من جواتهم كهن، هون بنكون عم بيساعد انه هالافكار تتغذى وتكمل لبعدين. فعلى طول نحن مع الاولاد بنقول للاهل انه ما تغذوا الافكار تبع الاولاد، بنقول لهم مثلا اول مره انه اوكي انا راجعه بهيدا الوقت، ثاني مره اذا رجع سال الولد بنقول له تذكر انا شو قلت لك. يعني يلاقي التطمينه من جواته من جوا يطمن. يارا السؤال الاخير قبل ما نختم، اذا انا عندي او سي دي ما تبعت الموضوع ما عينالي الموضوع، لان اوقات في مكابره على الذات انه اذا عندي او سي دي عادي عايش حياتي تعودت، ما راح ما تابع حاله، لوين ممكن يوصلوا هالوسواس؟ هلا كوسواس بحد ذاته يعني هو اكيد افضل يكون في معالجه وافضل يكون الشخص عم بيروح عند حدا اختصاصي اكيد، بس في مرات يوصل لمرحله عن جد يكون كثير متضايق من هذا الشيء، يعني يكون ما عم يقدر يظهر من البيت ابدا، ضل بالكومفورت زون تبعه، يكونوا الريتويال يلي عم يستعملهم او التصرفات اللي عم يستعملهم تيسكت الافكار كثير صاروا كتار، وعم عم يتغلبوا على قسم كثير كبير من حياته، عم ياخذوا منه كثير وقت. هون اكيد رح تتاثر يعني العلاقات الاجتماعيه بتتاثر وشغله بيتاثر، يعني ما رح يضل قادر يكمل حياته بشكل طبيعي. يعني وفي كثير منهم بيوصلوا لهيدي المرحله تا يلجأوا لها اخصائيين نفسيين. يعني وجب يكون في متابع نفسي، وجب يكون في اختصاصي ليعرف شو الحاله وليخفف عن كاهل الشخص. هل ممكن من بعد ما يعمل معالجه نفسيه يرجع يمشي طبيعي بالحياه ويرجع يصير كانه ابدا ما كان عنده وسواس قهري ولا لا؟ بتضلوا تلاحظوا في ومضات اذا صح التعبير من الوسواس القهري بشخصيته، او اذا بدك يعني كيف فيكم تصغروا هيدي الحاله؟ وهل ممكن تنتهوا منها نهائيا ولا بده يضل في شيء بشخصيته بدل انه هذا الزلمه كان عنده او سي دي؟ هلا الاو سي دي المزعج فيها انه بتسيطر على حياه الشخص، يعني بتتملك فيه، بيكونوا الافكار كثير متجذرين، واذا ما بيعمل التصرفات يلي الاو سي دي عم بتقول لهم عنهم
بيكون مشكلة كتير كبيرة. عادة منخلي الشخص انه يعرف انه ما لازم الـ OCD تسيطر علي، لازم انا اكون مسيطر على الافكار يلي عم توصلي. يعني منتحول من إتا انه انا الافكار والـ OCD هن مسيطرين على حياتي، مسيطرين على تصرفاتي، مسيطرين على افكاري، لمرحلة انه اوكي انا يمكن عتلانهم هيدا الشغلة، انا عم تجيني هيدا الفكرة، انا واعي انه انا عتلانهم هيدا الشغلة، بس ما رح رد على هيدا الفكرة او رح حد منها او ما رح اعمل شيء ترد عليها. فينا نوصل لهيدا المرحلة. يعني نحن بدنا نشكر وجودك معنا يارا سنجب، معالجة نفسية، بعرف جاي من محل بعيد، فأنا بدي أوجه لك تحية كتير كبيرة. شكرا على كل المعلومات يلي عطيتينا إياها، وإن شاء الله ما حدا يا رب يصاب بالوسواس القهري، وهلأ كمان بعجقة الكورونا إن شاء الله نكون بمنقى عنا. أهلا وسهلا فيك. مرسي كتير، أهلا فيك. شكرا أصدقائنا المشاهدين، نحن نروح بريك ونعود.